سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. قصة كفاح لاثنين وطريق حياة لاثنين بكل ما في الطريق من ورد وشوك، جمع بينهما الفن والعاطفة ونضال الأيام. هي فنانة عريقة عاشت الأضواء والشهرة والثروة طولا وعرضا، وهو فنان مقتدر لفنه مسحة المغامرة والجرأة. هي نجمة المسرح والسينما والرقص الشرقي، الفنانة تحية كاريوكا، وهو المخرج الممثل الفنان فايز حلاوة. يا مساء الخير. مساء النور. من زمان ما التقيناش، فين انتوا دلوقتي؟ والله احنا كنا في مدحي، عارف كنا فين يا نور؟ كنا في رحلة في الخليج. رحنا الكويت وابو ظبي وما كلناش حظ بقى نروح بلاد تانية اكتر. رحنا البحرين ورجعنا تاني الكويت، وبعدين رحنا العراق، وبعدين رحنا بيروت وجينا مصر. يعني سمعنا قريب او قرينا بعض اخبار في الجرائد عنكو غريبة جدا، زي ما يكون سيناريو فيلم كده، مش عارف ايه وايه وحجز وايه بيع ايه والاف الجنيهات وبتاع، ايه الحكاية؟ ما هم يعني بيقدروا التقدير الجزافي اللي هم بيشوفوه. هم فاكرين ان الفنانين دول بيكسبوا ملايين الجنيهات، مش عارفين ان الفنان ده بيموت عشان يشتغل، واعصابه بتتكسر وسفر وانا رجلي اتكسرت مثلا في الكويت. الله يسلمك. وبقيت اطلع على المسرح وانا متجبسة. غريبة الحقيقة ان كل واحد فيكم لوحده كده تاريخ حياته مشتبك مع الحياة، يعني باختصار حياته ما يمكنش ابدا ان احنا نوصفها بانها نسمة، ودلوقتي هو حتى وانتم مع بعض لازلتم مشتبكين مع الحياة. هل هذا الاشتباك نوع من الاختيار بارادتكم، ولا هو شيء مفروض عليكم؟ هي لذة الحياة ان يكون فيه باستمرار حاجة الانسان بيتصارع معها وبتتصارع معها. اذا الحياة، اذا الانسان خد كل اللي هو عايزه، يعني اذا انا النهاردة مثلا عندي 100 مليون جنيه وعندي صحة كويسة وعندي سعادة وكل شيء بطلبه موجود، يبقى الحياة توقفت، يبقى انتهت، يبقى ما فيش غرض من الحياة، انتفى الغرض من الحياة. لازم يكون في مشاكل وصراعات الانسان وامال بالنسبة للانسان بيتطلع اليها، وكل يوم بيحقق منها جزء وترجع تبقى خلاص، يعني هتخلص يقوم تطلع قدامه آمال جديدة يبتدي يعني المشوار بتاع الحياة. يعني لازم ده في قصة انه في واحد مليونير انتحر لما حقق كل امنياته، فلقى خلاص مفيش حياته توقفت انتحر. امريكاني يعني احيانا الترف وانه الحياة ما يبقى لهاش هدف وخلص منها الكفاح وبقى الواحد نايم زي الجثة على مرتبة من الترف، ده احيانا بيكون شقاء، مش كده؟ طبعا تبقى الحياة وقفت خلاص. انما هي الحياة حلوة انه الواحد يكافح وانه معاه فلوس، يوم معاه مثلا 1000 جنيه ويوم معهوش 10 ساغ، ويوم مديون ويوم جايين يحجزوا عليه ويوم الضرائب مطلع ايمانه. كل دي حاجات حلوة. يعني حضرتك بالذات، يعني انا اعتقد انه ده كلام سليم جدا، لكن برضو من الناحية التانية
لما الواحد باستمرار يدور على حاجة يشتبك معها. يعني انت صارعت الحياة طويلة انه كان ممكن تكوني عايشة ناعمة البال هانئة ملكيش دعوة بمشاكل، ما تحطش نفسك في اي حاجة لو اردتي. ما افتكرش انا من النوع ده، يعني انا لما بيبقى معايا فلوس بزعل قوي، ببقى عمال افكر اصرفها ازاي، يعني ازاي ما اقدرش انام وعندي فلوس. باين عليك مبسوطه دلوقتي قوي. الحمد لله. لما بيكون معاكي بتزعلي؟ لا لا، ولما يكون معانا كمان فلوس بتزعل برضه. يعني بزعل، عايز افرتك. في الواقع انا ما اقصدش بس الناحيه الماديه، انا الحقيقه اقصد انه في ناس كتير قوي يقول لك مالناش دعوه بالمشاكل، يعني طب ما انا فنان وبقدر اكسب واقدر اتبسط واقدم عروض تبسط الناس ولا اخر، ما يشتبكش في مشاكل مع الحياه، مش ضروري الناحيه الماديه. دول ناس سلبيين، ما بيبقوش ناس بيبصوا للحياه انها لازم يتعاركوا معاها، يخشوا في عركه الحياه. دول ناس سلبيين عايزين يقعدوا يعملوا اي حاجة سهلة وما لهمش دعوة بالمشاكل. يعني انت ما تقدريش تمشي على الشاطئ ابدا وتطلعي من على الشاطئ ورجليك ما تبلتش. لا. لازم بتدخلي وتخوضي. يعني هم يا كنت عايز اقول لحياتك هم دول عاملين زي ايه، زي الترماي ماشي على قضيب، تلاقي الترماي ده سرعته معروفه ومشواره معروف والناس دي ماشي على قضيب فعلا وطريقه امن، واخد بالك انت معروف ما يقدرش يخرج عنه شمال ولا يمين، تلاقيه ماشي كده لحد ما تقع سنجه يا تتقطع كهرباء مالوش. انما الانسان اللي ماشي على رجليه ممكن يسبق الترماي، ممكن يعني تحصل في لحظه الترماي يقف هو يسبق، هو ماشي على رجليه ممكن يجري، ممكن في يعني بيبقى في الانسان راكب طياره مثلا بيبقى يعني دول يعني بيختلفوا جدا عن الانسان اللي ماشي على قضيب لا بيخرج يمين ولا شمال ولا بيتحرك. طيب يعني بمناسبه وسائل المواصلات، لو حبينا نشبهكم بوسيله مواصلات، انتوا بقى يعني ترماي ولا ترولي ولا اتوبيس ولا طياره؟ انا نفسي اتكلم عن نفسي مش تعبت حياتي. انا حمار يعني انا حمار. وسيله مواصلات يعني وسيله مواصلات تركب حمار قصدي. لا انا اركب زحلفه. انت تعرفي ان لان الزحلفه بتوصل اسرع من الارنب. انت تعرفي ان الحمار ده اسعد مخلوق في العالم، اولا ده مخه كبير جدا لكن ما بيشغلوش ومرتاح جدا وصبور جدا. لا ونعرف يمكن بيشغله ووصل في النهاية الى انه لما يشغله او ما يشغلوش النتيجة واحدة. فهو اثر انه ما يشغلوش يعني في النهاية. مريح نفوخ بيضرب، قال لك اريح نفوخي واعرف السكة. يعني في حمير في الفلاحين بيعرف البيت الفلاح يزقه كده ويروح على البيت، فده مش ما هوش غبي. لا الحمار ذكي جدا. وانت عارف كثره التكرار تعلم الحمار. طب مع انه ما بيعملش دي بالتكرار، يعني من اول مره. لا بالتكرار. لا من اول مره تبص تلاقيه من مره او مرتين بالكتير. يعني تكرار اقل من تكرار البني ادم. مش عارف انا بقى اصبح شكلش كتير يعني. في بني ادمين برضو التكرار ما بيعلمهمش. طب يعني عاوز اقول حقيقة، يعني اليس من حق تحية بماضيها الطويل وفايز بقدراته الفنية انه يكون ليهم مسرح مستقر باسمهم؟ وبقول مستقر لانه مسرحكم بيتعرض احيانا لهزات وعواصف وانواء، وحاليا والله برضو يعني تعرف حضرتك احنا جينا من السفر لقيت فيه مشروع، كان فيه واحد لبناني جاي عشان حكايه الاستثمارات الاجنبيه دي، كان جاي يشتري الارض اللي عليها المسرح والسينما ويهدهم ويبني عليهم عماره وحاجات كده. فتصور يعني ان كان فعلا مطروح هذا العرض وكانوا هيهدوا المسرح والسينما لولا ان الراجل لقى في الاخر انه هيدفع تعويضات للمحلات التجاريه وللسينما وبتاع مبلغ كبير، فهو الراجل رفض المشروع وجري. يعني تصور انه ممكن جدا يجي واحد مثلا يروح دافع قرشين واخد الارض دي واحنا نطلع في الشارع تاني. يعني عمليه فعلا. طب يسالونا يعني طب يعملوا مثلا مش عارف. يعني هو فعلا برضه لازال في عقليات بتعتبر ان الفن ده نوع من الكماليات او انه مساله يعني ممكن نستغنى عنها وحاجات زي كده مش عارف. مدام تحية، يعني بعد سنين الكفاح الطويله دي في شتى الوان الفن، كان امنيتك ايه؟ انك تكوني ايه النهاردة؟ ان اكون تحية كاريوكا برضو بالمشاكل دي
اصل انا لو ارتحت اعيا والله. يعني لازم تتعرضي للمشاكل وتواجهي المشاكل يعني. طبعا اواجهها لا يعني قصدي اقول ايه، هي مش هواية مثلا انه واحد يشوف حريقة او يعمل حريقة، لا، انما انت هوايتك انك تحل المشاكل، تدخلي فيها مشاكل الناس ومشاكل الحياة دي سعادة. دي سعادة جدا لما الواحد يقدر يساعد انسان تاني ويسعد انه ساعده انه عمل له حاجة. يعني انا بسعد جدا لما ابقى اقدر اساعد حد. هل كان في امكانك النهارده انك تكوني امبراطورة ثروة ورخاء وراحة بال؟ ما كنتش هبقى مرتاحة. انما كان في امكانك، كان في ايدك، كان ممكن ان كان في ايدك انك تكوني مثلا قاعدة دلوقتي على كم من المال والاعصاب الهادية جدا والاعصاب الهادية. طب هم سعداء الجماعة اللي بنتكلم عليهم، بلاش نقول اسماء. اي واحد بدون رسالة في الحياة ولا بلا سعادة. يا انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا ممكن من المسرح ده كنا النهاردة بقالنا 12 سنة مسرح او 13 سنة 12 سنة مسرح كان ممكن جدا نكون عملنا منه صورة كبيرة جدا. ايوه ممكن، ممكن يبقى عندنا عمارات وتاكسيات ونبيع فراخ وحاجات كده يعني. والله تمام. انما احنا فعلا يعني تعرف بنشتغل، نجيب قرشين من الرواية كام الف كده نروح حاطين الفراخ اللي وراها على طول. وبعدين احنا بنعمل العمل فعلا، انت عارف لما الرواية تتمنع او تتوقف دي بتخسرنا كتير جدا طبعا. وبيهم الناس. طب انا ممكن اعمل روايات فيها رقص وحاجات كده وبنات لابسه شورت وحاجات زي الناس اللي بتعمل. ايوه صحيح. ودي على فكره تعمل ايراد كويس جدا. ممكن اول نعملها والناس تطلع تغني وانا ارقص وتحيه ترقص برضه ونغني وحاجات كده. احنا ممكن نعمل الحاجات دي، تبسط الناس في الاخر انبساط. سهله مش ونعمل ثروه بينها. انما ما اعتقدش احنا بنحس ان الواحد برضه من حق الناس عليه انه يقول لهم كلمه، ومن حق يعني من الواجب عليه انه يكون بيأدي رساله مش بيعمل عمل تجاري. عظيم. ده بيدخلنا لخصائص المسرح بتاعكم. المسرح بتاعكم نقدر نوصفه بانه ايه؟ مسرح ايه؟ هو مسرح انتقادي. ايوه. انتقاد مش هدام طبعا، انتقاد بناء. وفي ناس بتقول انه هو مسرح سياسي. ايوه. انا بقول لا، هو انتقادي. رايك ايه يا استاذ فايز؟ هو فعلا في التصنيف اللي عاملينه الجماعه اللي بيعملوا التصنيفات دي مسمينه مسرح النقد الاجتماعي. أيه. وده غير المسرح السياسي، لان المسرح السياسي بيخش في المسرح التسجيلي والحاجات التانيه دي، لكن هو هنا في مصر بيسموه مسرح سياسي فعلا. يعني دي تسميه مصريه مش اكاديميه. هو مسرح سياسي لانه السياسه بالنسبه لنا ايه؟ السياسه هي قضايا الساعه وقضايا العصر ومشاكلنا، ومشاكلنا الاجتماعيه نفسها بقت مشاكل سياسيه. يعني ما تقدرش تعتبر الانسان فينا منفصل عن اللي بيجرى حاليا في مصر او في الشرق الاوسط او في الدول العربيه. احنا كلنا دي بقت مشاكلنا. مسرح كوميدي انتقادي اجتماعي. هو كوميدي برضه كوميدي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا بعمل بخلي الناس تضحك، وبعد ما يضحكوا يطلعوا يكتشفوا انهم بيضحكوا على نفسهم. ما هو دي الكوميديا على عيوبهم. دي الكوميديا. مش بضحكهم دي الكوميديا يعني. لا ما هو ده اللي بيفرق الكوميديا من الفرس، المفارقات. يعني بيضحك لانه بيحس فعلا بمفارقه في حياته او في نفسه. يعني ده الكوميديا اللي بتضحكني على فكره. مش بتضحكني لمجرد ان انا اضحك على منظر او حركات تهريجيه او نكت لفظيه او كذا. لا لا. طب نستعرض مع بعض كده بعض الروايات اللي انتوا قدمتوها. من اول ما بدات المسرح ابتدينا شفيقة القبطيه. قهوة التوتة وصاحب العمارة روبابيكا الثعلب فات البغل فلابريق كدابين الزفة ياسين ولدي الأمطرة أوراق رسمية نيام نيام. طب هم حوالي 12 رواية. 16 اظن. بدأ المسرح الانتقادي حقيقة من اول صاحب العمارة. ايوه من اول صاحب العمارة كده. وقبل كده كان هو يعني هو صاحب العمارة فعلا ابتدت الاول، لكن تعرف انا بعتبر بداية مسرح الحياة كدوك روبابيكي. روبابيكي روبابيكي هي البداية اللي حطت اللون ده على المسرح فعلا. يعني مش ملاحظ انكم بقيتوا تعالجوا مشاكل المجتمع يعني بطريقة
زي ما يكون واحد ماسك سكين. والله شوف حضرتك يعني مفيش بقى الدبلوماسيه ولا الرقه ولا واخد بالك. امال عايز اقول وفي ناس يقولوا انكم بتبالغوا قوي وبتجسموا قوي مشاكل المجتمع اكتر من اللازم يعني. عايز اقول لحضرتك على حاجه. في واحد بيربي ابنه زي حكايه واحد بيربي ابنه. في واحد بيربي ابنه بكلمه بيطبطب عليه مش عارف ما يدوش سينما, وفي واحد بيمسك ابنه يضربه بالقلم, وفي واحد بيقول له يلا يا ابن الكذا وبتاع. وكله بيربي ابنه وكله بيحب ابنه. وجايز اللي بيضرب ابنه ده او بيشتمه بيحبه اكتر, جايز دوك بيبوظ ابنه ومش بيربيه. فانا بعتقد ان العمليه هي عمليه تقويم عيوب. واحنا كعرب بالناس بنحب ان احنا نواجه المشاكل بطبيعتنا واساسنا. لا يعني هو في يمكن مشاغل الحياه ودوامه الحياه بتاخد الناس عن مشاكلها لغايه ما تبقى المشاكل رغم انها جواهم بتبقى كانها غريبه عليهم. وبالتالي فاحنا محتاجين انها نحطها على المسرح بصوره تخليهم يفكروا فيها. صحيح انهم يفكروا فيها ويمسكوها جوه انفسهم بصوت عالي. يعني يمسكوها يبصوا كده يمسكوها جوه انفسهم ويقولوا الله ازاي المشكله دي كانت فينا واحنا مش حاسين كانت فين يعني. طيب طبعا يعني حياة 13 مسرحية لغاية دلوقتي يعني ضروري تكون مليئة بالمفارقات والمفاجآت والمواقف المختلفة أمام الجمهور وخلف الكواليس. يعني حياة الفنان مليانة يعني. يعني نحب أن يعني أيضا ناخد لون من الابتسام في حياة الفنان لما بيتعرض لبعض المواقف سواء المحرجة تخلص منها ازاي, في مواقف تخلي الواحد يضحك أو يبكي إلى آخره يعني. لون من الحياة خلف الكواليس. اقول لحضرتك اخر لون في ناس يعني افندية كده في الوزارات يعني بقى له مدة كده ويعني يقضي 20-30 سنة في الحكومة فيقوم يترقى ويمسك منصب وحاجات زي كده. ففي واحد افندي من الناس دول يعني وصل الى مركز معين في الرقابة يعني, جي على مسرحية نيام دي وكتب تقرير للوزير الاستاذ يوسف السباعي. تسمع فنان يعني وأديب وراجل يعني بيكتب, كتب له تقرير بيقول لي أنا لما قريته اشمئزيت نطيت من على الكرسي. بيقول إن الراجل ده بيصور العرب والمصريين والعالم دي بإنها عالم تنبلة وإنها عالم نايمة وإنها عالم مش عارف إيه, ودي نظرة من مش عارف بنظارة سودة, وإنه ده بيهين العالم دي وحاجة كده إيه. فالراجل كلمني قال لي أنا وقفت الرواية. فقلت له راح قال أنا آسف إن أنا مشغول وحاجات زي كده وبتاع. وبعدين ايه الرواية طلع النهاردة بالليل يعني طلع النهاردة العرض بالليل. ومسؤولية انك ترجع تلغي حفلة وترجع تذاكر وبعدين الراجل فعلا رحت له لقيته فعلا ما عندوش ولا 5 دقايق يشوف الرواية تقراها. قال ما عنديش وقت. طب تجري تشوف عرض خاص. قال ابدا. فبقينا في اشكال فعلا يعني. والاخر هو اتحل طبعا جه شاف الرواية. فهو اول ما شافني وشاف تحية بعد الرواية قال غريبة قوي. انا عايز اعرف الراجل ده ازاي ضميره سمح له انه يكتب هذا التقرير ويمنع هذه الروايه. عجيبه يعني. طب ازاي هو فين كده. فمش عارف يعني فعلا. تصور احنا يوم العرض الاول للروايه دي بقى المفروض احنا طالعين نضحك الناس. احنا كنا من اول اليوم بنلف حوالينا في غم طبعا وعايشين على اعصابكم بصوره مفزعه يعني. مش مساله يعني ايه يعني الروايه تتمنع ولا تتقفل ولا مش مشكله يعني. مش اول مره يعني اول مره منعونا الروايه, انما دي بالذات يوميها يعني يوم يعني العرض. فبقينا مش عارفين نعمل ايه. اقول له طب هنعمل ايه. يقول لي ولا حاجه هنعمل ايه. لو انا نوقف الوقت لغايه ما اتحلت الحمد لله. مدام تحية. حصل واحنا ببلد من البلاد العربيه واحد قال انتوا مش حافظين الروايه. وقال لفايز بالذات قال له انت مش كاتب الروايه وانتوا في المسرحيه. لا بنعمل بروف. قال له انت مش كاتب الروايه. قال له ايوه. قال له انت مش حافظها. قال له حافظها طبعا. قال له طب امال جايبين ملقن معاكم ليه. انتوا كاتبين في على الباب بره تلقين فلان. طب ليه جايبين. يعني بقول لك وكمان بتعترفوا يعني. كاتبين تلقين ليه. وكانت رجلي بقى يا دوب بقى لها 12 يوم مكسوره. وبعدين فايز قال لي لا نلغي مش ممكن ماشي على عكاكيز وهتطلعي المسرح ازاي. قلت له بس مالكش دعوه. قال لي طب يعني ايه قدر الامكان الميزانسين ما يتعملش كله عشان يريح رجلي. فانا اندمجت في الروايه وفي لفه بلف
انا وفايز بلف حواليه. فابتديت الف، قال لي رايحه فين؟ انا كنت ظاهر انا واقف بجار. فلقى لي حلف، قال لي تعالي ده رقم. يعني هل بيحصل انكم على المسرح تقولوا لبعض كلام الجمهور ما يسمعوش مثلا؟ بتلفت نظرها الى ها؟ كل واحد واقف بدوره ممكن يكلم اللي جنبه. او مثلا او يقولوا انت غلطت في كذا او نفس. لا لا الحركه دي مش كذا، الحركه دي غلط. ما تنساش مش جمله فكروا بيها حاجات كده. او ممكن تكون يكون اصيب بعدوى الضحك مثلا ف يعني مش قادر ينزل. ها؟ لا دي ثقيله. اصل الضحك على المسرح هو استهزاء بالجمهور. طيب. يعني متهيألي انه مهما حصل انه الواحد يضحك دي بحس انها مهانة للجمهور. طب يعني هي انا متهيألي انه في الايام دي معرفش انا مغالي ولا لا، لكن متهيألي انها طلعت موضة لحد ما ان الممثل يفتعل ان يضحك ويستمر في الضحك عشان يبين ان هو بيضحك طبيعي، واخد بالك؟ يعني عشان الجمهور يقول ايه انه مش قادر يحوش نفسه بتاع حاجات من دي. يعني كمان ان الجمله دي اتقالت يعني الممثل قدامه قالها ارتجالي ارتجالي او انها مش في المسرح. يعني دي ممكن. بس تعي هل انت بترى ان الممثل الكوميدي لا يصح ابدا ان يضحك؟ طبعا لا لا يصح ان يضحك كشخص، يعني اذا كان دوره يضحك ده مسلم بيه، انما كانسان والجمهور ضحك وهو اندمج يعني يعني ما يصحش انه يضحك ابدا وياخد الممثل المفروض انه طالع بيقدم الضحك او زي ما بيقولوا بيبيع الضحك، فاذا هو كان هيضحك يبقى الجمهور يمثل بقى يعني. برضو انت من رايك كده يا مدام؟ انا طب افرض انه زر يعني ضغط عليك الضحك، زر عليك الضحك زي ما بنقول يعني، يعني في ثانيه يمكن اقل من الثانيه لازم اضيعه. يعني لازم الممثل يتحكم في اعصابه جدا، لازم اللي بيخلي الانسان يضحك في ثانيه ويعيط في ثانيه على المسرح وكده ممثل يعني عنده مقدره، فلازم يمنع الضحك برضه في ثانيه زي ما بيطلع الضحك في ثانيه يمنع الضحك في ثانيه. طب بالمناسبه ايه رايكم في عمليات الارتجال؟ يعني ان الممثل يخرج على النص ويقول حاجات من عنده. يعني انا عمري ما اعرف اطلع عن النص، ده مش عجز، انما انا ما احبش اطلع عن النص ولا احب الممثل اللي قدامي يطلع عن النص. طب لو لقيتي موقف يحتاج انك تقولي حاجه من عندك ولقيتي الحاجه دي جازه وجميله انها تتقال ما اقولهاش برضو تمنع نفسك انك استاذن المخرج والمؤلف واقول له ممكن اقول كذا بدال كذا؟ لا انا بتكلم وانت على اثناء العمل. ما حصلش. ما حصلش ده ابدا. انت رايك عمليه متفق عليها اساسا، رايك الالتزام الحرفي طبعا بالنص؟ لا يعني انا بقول ايه ده من الممثلين، بقول له ما عنديش مانع انك تقول اي نكته او اي في عجبك يعني، لكن استاذن الاول اعرضه عليا لانه جايز جايز انه كويس، لكن في حاجه في التمثيل اسمها ايه، لما تحط افيهين في مكان واحد في خانه واحده يضربوا في بعض يضيعوا بعض او يتنافوا مع بعض، فاشوف هنا هل ممكن ده لو اتقال هنا ممكن يضيع اللي جاي، او ممكن الممثل اللي جاي يكون هيعمل حركه او هيخش في انفعال معين ده يمنعه او يقطع يقطع تسلسل يعني ممكن او تضيع اللي قدامك بإفيه انت انانية ان انا اقوله انما حضيع الممثل اللي يحرج التاني خالص. وانا بعض ساعات اقول للممثلين اقول له انا في الحتة دي مش عايز اضحك حد مش عايز اضحك، ليه؟ لان انا بنفرش نخش في مود تاني نخش في جو تاني، فما مش عايزك تنكت هنا. وهي دي مشكلتي انا بقى، انت عارف مع مشكلتنا يعني مع امين الهنيدي اساسا من ايام ما تعرف انه ابتدى معانا في المسرح. مشكلتنا معاه ان الهنيدي كان بيطلع المسرح كل يوم ما اعرفش هيقول ايه. وبعدين يعني بعد ساعات يقول حاجات توصل لربع ساعه وثلث ساعه على المسرح ما ليش علاقه بيها ما قلتهاش. فجيت قلت له طيب يعني اذا كان حكايه تمشي كده يبقى اكتب اسمك معايا بقى بره، قول تاليف امين الهنيدي وفتحي. يعني لان انا طب ما التزمش بالكلام ده، الكلام ما يعجبنيش انا، ما احبش انسيبه ليا. وبعدين كل يعني مثلا مش بيقولوا النهارده ارجع اقول بكره، كل يوم الكلام شكل. وبعدين هو يعني اكتشفت ان هو لونه كده يعني. استاذ فايز انت مؤلف كل المسرحيات اللي عرضت؟ في منهم اثنين كاتبهم مش مؤلفهم. شفيع القبطيه وقهوه التوت. يعني بتاعت جيل البنداري وعودي التوتة بتاعت نجيب محفوظ. انت مسرحتهم يعني؟ كتبتهم يعني كاتب يعني قصص واكتب انا الحوار اعمل الاعداد. طب يا ترى ايه الروايه الجديده اللي بتالفها للموسم الجاي؟ اللي في الصيف هنقدم يحيى الوفد، وان شاء الله في الشتاء هنقدم اوبريت اسمها محمد شايل سيفه.
محمد شايل سيفه ده انا سمعت عليه قبل كده، كتب عنها في الجرايد، كتب عنها لانها هتطلع بس ما طلعتش. لا انا ما انا كاتب فيها فصلين دلوقتي، لكن دي عايزه بقى اعداد وتلحين وعايزه يعني عمل كبير، فلازم يتعمل يطلع على الشتاء ان شاء الله. يحيى الوفد بتتناول حزب الوفد اللي كان موجود؟ لا 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 ملهاش علاقه، ده هو وفد من دوله اجنبيه جاي يزور قرية يعني بنناقش من خلالها يعني الصداقة بين الشعوب والحاجات دي ملهاش علاقة بال لا 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 ده وفد أجنبي بيزور بلد قرية في مدام تحية. ما فيش في المسرحيات اللي عملتوها يعني ألوان غنائية ممكن يعني نسمع حاجة منها دلوقتي؟ في ياسين ولدي حاجات غنائية، وفي فين يام نيام برضه فيها اغاني. دول الاثنين اللي فيهم اغاني. طب نسمع كده دلوقتي، نسمع ايه يا استاذ فايز؟ نسمع نيام نيام الاول وبعدين نسمع حاجه لعفاف راضي في ياسين ولدي. يا عداوي عيلتا
رائع. طيب عاوز اسالكم على حاجه. لو تصورنا خريطه للعالم العربي فنيا، وعاوزين نتكلم على المسرح العربي عموما، هل هذا الكلام يخلينا في النهايه نصفق، ولا يخلينا نمص شفاهنا اشفاقا، ولا يخلينا نسكت بلا مبالاه؟ نتكلم بوضوح وبصراحه، بنقيم المسرح العربي. المسرح العربي في البلاد العربية كلها. المسرح العربي في الكويت ابتدى يبقى لي طابع حلو، ويمكن هو اكتر مسرح بيروح الخليج، يعني بيزور يلي البحرين وقطر. الحقيقة انا ما روحتش، يعني ما اعرفش اذا كان فيها مسرح ولا لا. لا، هم بسببهم الى تكوين مسرح على اسس فنيه فعلا اتعشم يعني. هذا لانه لازم الخليج ما يبقاش متكول على الكويت او علينا احنا. يبقى كل بلد واحد ليه مسرح مسرحه بيعبر عنه يعني. ايوه، ونعزم بعض يعني ندعو بعض الفرق تدعو بعض. اما العراق ففيها مسرح. العراق فيها كذا فرقه وفيها فنون شعبية جميلة جدا اتفرجت عليها. قالوا لي انه في ابو ظبي ما فيش ستات كتير بتطلع كممثلات، ما اعرفش بقى في البلاد التانية، انما في الكويت فيه ممثلات كتير، ممثلات كويتيات مش من برا. في السعودية دلوقتي سمحوا انه الست تطلع في التلفزيون، يعني التمثيليات في التلفزيون فيها ستات، قبل ما كانش فيه، يعني الى قريب جدا ما كانش فيه. فلازم البلاد كلها يبقى فيها مسرح يعبر عن البيئة بتاعته. ما كلمتنيش عن بقية البلاد، يعني هو في جولة خاطفة يعني. في السودان برضو في مسرح، في احنا البلاد اللي رحناها يعني هو عموما انا كنت حضرتك عايز تقيم المسرح العربي. هو اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا فعلا ما كانش هدفي ان احنا نشوف هنا مسرح او لا او لا، انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا فعلا بنعمل محاولات جاده للوصول الى النهضه المسرحيه اللي احنا بنحلم بيها، ومحاولات فعلا مشرفه. يعني ما اقدرش انكر المحاولات الموجوده في المسرح عندنا. احنا برضو نسينا نقول في سوريا، ونسينا نقول في بيروت في مسرح. طبعا سوريا في فرقة يعني جميلة جدا. احنا رحنا البلاد دي وما كانش فيها مسرح خالص الحقيقة. وبعدين انا سعيد جدا اني انا في سوريا وفي بيروت انهم خدوا اللون اللي احنا بنعمله وعملوا مسرح انتقادي زينا. لما رحنا قبل كده من حوالي 8 سنين ما كانش عندهم مسرح خالص، وبعدين هم عاملين عجبوا جدا بالمسرح السياسي هناك، عملوا مسرح شوك، مسرح متحرر جدا، وعنده كمية جرأة على بعد ما شافوا روبابيكيا والتعلفات. هو كمان يمكن ظروف الحياه السياسيه في لبنان بتسمح بهذا القدر من الحريه في لبنان. انا بتكلم عن سوريا. عن سوريا بالذات. هو المسرح في سوريا الحقيقه انا بفضله كتير على المسرح سوريا في يعني في احسن كتير من بيروت. في بيروت انا شفت مسرح هناك بيقول بعض ساعات يعني بيجري ورا اللفظ، فبعض ساعات بيقول الفاظ ما يصحش طالع على المسرح يعني، وبعض ساعات بتكون جارحه يعني. ما يصحش ان احنا مثلا نؤلم واحد مهزوم او نؤلم واحد في ورطه او في ازمه، لا احنا ممكن نقول له ده غلط او اعمل كذا اعمل كذا، لكن ما نجرحوش، ما نجيش على الجرح ونضربه يعني. يعني انما احنا فعلا بنعمل محاولات جاده للوصول الى النهضه المسرحيه العربيه. بس برضه زي ما التحيه برجو ان احنا نعمل تبادل زيارات ولقاءات مع بعضينا عشان نبهت على بعض، عشان ناخد من بعض. وبعدين الامل اللي احنا بنحلم بيه ان العالم كله بقى في الخارج، خارج الدول العربيه، ياخد مسرحياتنا ويترجمها ويعرضها بعد كده. على سؤالي انا عاوز اسال، هل مسرحنا في ازدهار او في تخلف او في حاله توقف في كلمه يعني؟ والله يعني لا، مسرحنا في ازدهار مؤكد، بس انا ليا تحفظ واحد يعني بطالب بالغاء الرقابه على المسرح، عشان اللي عايز يقول حاجه يقولها على المسرح، ونترك الحكم بعدين للجمهور مش للرقيب. يعني من النواحي الفنية يعني بالمقارنة بالمسرح العالمي، والله احنا لا نقل على المسرح العالمي فكرا ولا تنفيذا ولا اداء، انما احنا اللي بيعطلنا ان احنا
بنقيد او بنلف في دايره مفرغه، لكن احنا عندنا الطاقات اللي ممكن تقدم مسرح تلتقي العالم، وفي مسرحيات كتير جدا من عندنا اتنقلت وترجمت للغات الاجنبيه وتمثلت بره. مدام تحيه، ممكن اعرف منك ازاي حصل اللقاء بينك وبين الاستاذ فايز حلاوة، اللقاء العاطفي والفني؟ احنا اتقابلنا اولا ما كانش فيه عاطفة ولا بتاع يعني. لا حقيقي اشتغلنا مع بعض حلقات وسافرت انا يعني ما بدأتش بالعاطفة، انما جت العاطفة بعد كده. لا انا كنت كنت بشغلها يعني في الاذاعة. شغل ايه؟ بدأت عاطفة. اشتغلت في معاه حلقات ولا يعني ما فيش اهلا زي اي مخرج زميل بشتغل معاه. حتى انه كان في رحمه الله واثابه عن كل ما قدمه، وهذا الذي قدمه في الفن طويل وعريض، وفي السينما وفي الاستعراض وفي الأغاني وفي كل هذه المناحي. نذكر في شهر ديسمبر أيضا رحيل فريد عن وطننا، رحمه الله رحمة واسعة. بعد كده لا انا كنت كنت بشغلها يعني في الاذاعه. شغل ايه؟ بدات عطفي. اشتغلت في معاه حلقات ولا يعني ما فيش اهلا زي اي مخرج زميل بشتغل معاه. حتى انه كان في حد من الزملاء او الزميلات قالوا له ان انا ما بعرفش اقرا. يا خبر. سامعك دلوقتي بالمناسبه يعني انا تتكلم فرنساوي زي الليبلي. ها الافندي ده جه جايب السكريبت معاه عشان يقرا لك بقى، يحكولي ولا يقراولي. فقلت له طب اديني السكريبت لان انا عندي شغل في السينما في الاستوديو، فلو سمحت اديني السكريبت. فهو قال لك دي هتاخده يمكن حد هيقراه له ولا بتاع، فعايز يقراه. قلت له انت ايه فاهم ما بعرفش؟ قال لا لا واحرك طبعا بعدين. قال لي ففتحت السكريبت وقعدت قريت شوية، فكان بيبص لي كده مستعجب. وسجلت الحلقات وسافرت، كان عندي رحلة سافرتها ورجعت يعني ما عنديش فكرة ان هشوف فايز حلاوة تاني لانه ما فيش صداقة يعني. فسهرانين في حتة فلقيته هو وناس اصحابنا، فقعدنا نتكلم عن المسرح وعن السينما وعن الإذاعة، يعني ما فيش حاجة معينة يعني حاجة عاطفية نقدر نقول ان انا اللي بيقولوا من اول نظرة ومن الحركات دي. فبقينا ايه بعد كده بقينا حركات يعني ما كانش فيه رسم لا من ناحيته ولا من ناحيتي. فبقينا نتقابل وبعدين بصيت لقيت نفسنا متجوزين كده، هو خدني على من غير من غير حركات. قضاء وقدر يعني. وبعدين حكاية الفرقة الحقيقة قال لي، انا قلت له ايه يروح يستقيل من الإذاعة، فكلهم قالوا له اوعى دي ست متقلبة وبكرة تسيبك ومش عارف ايه. فراح سمع كلامي واستقال. طلع الزوج مطيع يعني. لا والله كان من مصلحتنا يعني مصلحة عملنا. وهو بيكتب راجل كاتب يعني. انا فايز مش عشان جوزي، فايز من احسن كتاب المسرح. فقلت له يعني الوقت ايه مشاريعنا؟ قال لي نعمل فرقة. انا كان بالنسبة لي كلمة فرقة دي مسؤوليات، ولا هو راجل تجاري ولا انا ست تجارية. فقلت يعني اقول له ايوه، فلقيته بينفذ فعلا ورحنا اشتغلنا ونجحت وكانت الفرقة. استاذ فايز
طبعا انت في المسرح بتتضايق من اللي ازقزه ولب وبتاع حاجات من دي، لما انت دلوقتي بتأزأز فستق على التسجيل يعني اقول لك ايه. لا هو الازقزة اللب في المسرح بتعمل حاله عصبيه للممثلين وبتدي هي بتريح الناس، انما بتدي شعور بعدم اللامبالاه او بعدم تتبع الاحترام. طب انت دلوقتي ما هو انت بتعمل لي حلقه يعني يا اما ازقز معاك فستق يا اما انا بأزقز لب على فكره بس لب لب كبير شويه. لا خلاص استاذ فايز عايزي بصراحه وبدون مجاملات، ماذا يعجبك في مدام تحيه كانسانه؟ اقوم عشان يقول الحق. لا هي انا لا انا ما انا اقول انا تعودت اقول في وش الناس يعني. تحيه كانسانه فيها الـ الـ هي بالانجليزي تبقى التو اكستريمز يعني الـ 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 الطرفين البعاد عن بعض يعني. تلاقيها مثلا رزينه جدا وعصبيه جدا، مفيش حل وسط. تلاقيها مثلا فيها الاثنين، يا تحب جدا يا تكره جدا، يعني ما تعرفش تدي حل وسط، يا تحبك يا تكرهك، ما تديش يعني. انسانه بتتصرف بوحي من عاطفتها ناريه بحته، انسانه ناريه يعني زي كوبايه، عارف الكوبايه اللي فيها ميه لما تقلب ما تقدرش تعمل كنترول عليه. هي كده، يا ترمي العاطفة كلها يا ترمي الكره كله. لا بس بيبقى عندي حق في حاجات كتير ولا لا؟ اما اقول الانسان ده ما اعرفوش اقول له الانسان ده خبيث، وهو يكون طيب بالنسبه له، يلف الايام وهذا الانسان يتضح انه فعلا انه خبيث. انت بتعرفي الخبيث من شكله؟ ما اعرفش ابدا. لا في عندي رادار حاجه غريبه، دي نعمه من ربنا انه انا احس بالشخص الوحش. دي معرفش بس يعني إيه؟ دلوقتي حضرتك إيه ما أيدتش فكرة الحب من أول نظرة ولا الحاجة دي، فكيف تؤيدي الحكم من أول نظرة على الناس؟ لا مش الحب من أول نظرة، أنا ضد حكاية الناس الخياليين. يمكن أنا ست واقعية أكتر من اللازم. حكاية الحب دي أنا أؤمن بالصداقة. أؤمن بالصداقة جدا يعني. أنا وفايز في حب طبعا، انما في صداقه اكتر. يمكن هو يقول لك ان احنا زي اتنين اصحاب، اتنين رجال اصحاب، اتنين ستات، ست وراجل اصحاب يعني. ستات دي لا مش اتنين ستات يعني، ما ست وراجل، ست وراجل يعني. مش ستات ده حالاتي، ما الرجاله ما بيتجوزوش ابدا يعني ده. لا بس جد احنا اصدقاء اكتر. ما هي يعني انا عايز اقول احنا اتنين فنانين بنعيش مع بعض، ومن خلال حياتنا مع بعض بنتعايش كمان مع بعض، ومن خلال حياتنا بننتج. والله اللي بتقوله مدام تحية عن الصداقة في الحياة الزوجية ده جميل، أجمل معنى، جميل جدا الحقيقة يعني. أصل حكاية يعني روميو وجولييت والحصان الأبيض وهتقعد طول النهار تقول لها يا حبيبتي عينيك حلوة، رجليك مش عارفة إيه، بينتهي خلاص. في حاجة أقيم من كده، في الصداقة، في الحب، الحب العميق اللي أنا مثلا أما يقولوا لي فلان ده حصل له حاجة أتهز يعني، كعلاقة إنسانية يعني. أيوة بس أنا بقى بصراحة رأيي إن تحية كانت بترسم عليها من أول ما قابلتني. يا شيخ بس بشرفك بشرفك. ده أنا كنت يا ابني ده رحت مرة إيه لقيته جاي قلع الجاكيتة كده وجاي الصبح، قلت ايه المخرج ده؟ ايه ده؟ فرحت متاخر انا كمان. الناس العباقره كلهم بيقلعوا جاكيتات ويقلعوا لا 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 الراجل اللي يقعد يستف في نفسه ده ما يعملش حاجه ابدا. ده في مخرج عندكم في الاذاعه عندنا؟ لا يعني سابقا 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 بيقلع الجزمه يعني، بقى لابس شبشب فما يعرفش يخرج غير لما يقلع الشبشب. يا سلام، بيجي له الوحي ولا ايه؟ ما قلت له ده الوحي بتكتب على نفوخه يظهر. طب انا سالته وجاوب اللي الحاجه اللي بتعجبه فيك يعني. انت رايك الحاجه اللي بتعجبك فيه ايه؟ نفس الحكايه، هو بيقول لك كده، هو نفس الحكايه، هو يا يحب قوي يا يكره قوي، ما عندوش نصوص حلول.
ويمكن ده اللي خلانا نتلاقى اكتر. يعني وبعدين هو يحب يمتحن، انا ما اعرفش امتحن. يعني هو يحب ايه؟ يقولك انا اشتري فلان بكذا، يعني اقيمه بكذا. فهو عنده حق ساعات بيطلع مظبوط. انا الحكاية دي ما بقيمهاش، انا في حاسة سبعة عندي مش سادسة بتقول لي على بعد رادار فلان ده وحش فلانة دي وحشة. وبعدين في ناس كتير تعارضني وتقول لي لا ده انت غلطانة، وبعدين تلف في الايام ويقولوا لي انت عندك حق. يعني ما عاديهاش انما ما حبهاش. يعني ما فيش عداء. يعني ازعل لو جالها حاجة او جاله حاجة، لكن يعني ما تستريحيش، انما ما استريحهمش. يعني ما اعرفش اقعد معاهم زي ما بقعد معاك، زي ما بقعد مع اصدقاء. بس هو يعني ما عندوش الحكاية دي، هو طبعا كرجل فتح صدره اكتر. لا بالعكس، هو مش فتح صدره اكتر، هو في عنده حاجة امتحانات يفوتك في امتحان كده من غير ما تحس. خطير. يبقى خطير يعني. وانت انما انت باين نجحت في الامتحانات اللي هو عملها دي. لا ما هو ما خدني على عيبه، قال لك ما فيش فايدة مش هتغير. طب مدام تحية، مشوارك لطيف من صباكي في الإسماعيلية الى المسرح اللي بتعملي فيه دلوقتي، قصة بتستوقف الانسان يعني، اظن احنا محتاجين نقف عندها لحظة. يعني اولا تقولي لي اسمك ايه، بداية حياتك، المراحل اللي مريتي بيها فنيا لغاية ما وصلت النهاردة. دي طويلة قوي يا طه. يعني انا عارف انها ممكن تكون قصة ظريفة في الراديو. لكن برضو الواحد بيقدر ينتقي من حياته حتى يقف عندها كده. حياتي مش ما هياش حدوتة سهلة. يعني انا مثلا ما عنديش طفولة، ما عنديش مراهقة. يعني ما عندكش طفولة ايه؟ يعني طفولتي كانت عبال ما حسيت ان انا يعني والدي مات عند 4 سنين، ويقال انه كان بيدلعني جدا وكان بيحبني جدا. اول ما ابتديت يعني ابقى 5 سنين واوعى، لقيت مآسي وحاجات فظيعة، فما استمتعتش بالطفولة اللي هي من مثلا من 5 سنين ل11. جت بعد ال12 مثلا، اشتغلت وانا عندي 14 سنة الا شهور. فبقيت مسؤولة عن ناس. اشتغلتي في الرأس يعني؟ مش ما اشتغلتش على طول رقصة. اشتغلت في الكورس. يعني تغني المجاميع. لا ما غنيش، ارقص. ترقصي مع المجموعة يعني؟ مع المجاميع. فما كانش في مراهقة. تعلمت الرقص فين؟ تعلمت عند ظروف طفولتك يعني. لا ما تعلمتش رقص. ما اقولك، ما طفولتي ما كانش فيه طفولة. يعني طفولتي كانت وحشة. يعني في تناقضات كتير فيها. يعني ابويا اتجوز ستات كتير وليهم ولاد كتير، ووالدتي كانت غريبة عن الناس دول. فالحقد اللي كان ابويا مثلا الدلع اللي دلعه لامي او طلعوه فينا. يعني بتنتقم انت من طفل او طفلة ملهاش دعوة. ظروف صعبة قوي. فكان ظروف وحشة. وبناء عليه ان انا هربت. وجيت عند سعاد محاسن، وبعدين سعاد محاسن ادتني البديعة يعني لما هي سافرت. بديعة مصدر. لانه سعاد كانت تعرف والدي وكانت بتيجي عندنا. واشتغلت عند بديعة، وكانت تحية كاريوكا اللي انا كنت بعيط لما حد يقول لي كاريوكا في الاول. يا سلام. ليه؟ لقيت اسمي راح. البنت اللي بترقص كاريوكا فبقى يقولوا كاريوكا فازعل. اسمك اللي هو وبعدين اسمي انا بدوية. تحية الله. فاما كانوا يقولوا تحية مش عايزين حد يقول تحية. وانا من وجهة نظري كاريوكا دي رقصة مجنونة رومبا وبتاع. فانا اذا مجنونة. فكنت ازعل جدا اما حد يقول البنت اللي بترقص كاريوكا. حتى الصحفيين ما ابتدوا يكتبوا عني يقولوا تحية كاريوكا. لدرجة هحكي لك حكاية. رحت امريكا
وقلت الحمد لله خلاص محدش هيقول لي كاريوكا محدش عارف. فماشيه في الفيفت افنيو لقيت واحد مغترب قال لي ست كاريوكا، قلت له بس وصلنا وكانت برضه مفيش فايده. فجيت عند مديعه وانا قعدت ما اشوفش امي يمكن 15 سنه. ياه ليه؟ اهو ظروف وحاجات غريبه كده. يعني حياتك فيلم يعني باختصار مش حلوه فيلم يعني. انا لو 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 اتعقدت من اللي حصل كنت ابقى شريره فظيعه. انما انا الحمد لله انه عشت مع ناس كانوا بيحببوني. ان في امي مثلا كانت صديقه لي، عيلتهم عيله دينيه يعني من الناحيه الدينيه هم متعصبين جدا، فده اللي خلاني ابقى يعني ما وفي عندي حاجه ربنا مديهاني ان انا اما حد بيأذيني انسى شكله وانسى اسمه وانسى يعني تسقطيه من حسابك خالص. وفعلا بيسقط يعني مش مش بعمل عمليه انا عايزاها انما خلاص بيحصل. طب يا ترى هل كنت سعيده وبتجدي متنفس في الرأس؟ الرأس كان بيسعدك يعني؟ بيسعدني جدا وبحبه جدا. يعني يمكن المسرح هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني ابقى سعيدة جدا. المسرح سواء رقص او تمثيل لكن انت كنت اسعد في الرأس ولا في التمثيل؟ الاتنين زي بعض بس نقول بيدولك متعة. الرأس اصعب لانه الرأس تمثيل صامت. تمثيل صامت تعبير بالجسم. تعبير بالجسم وبالايدين وبالوش، انما التمثيل في كلمه بتقولها فبتبقى اسهل. طب استاذ فايز برضو ناخد لمحه سريعه عن حياتك من كفر ايه ولا من ميت ايه لغايه من شارع طلعت حرب ابراهيم هوسنا منوفيه. يعني حياتي عاديه جدا يعني ما فيهاش حاجه. بس انت مش ما اتولدتش في الريف، انت اتولدت في عابدين. لا ما انا في حي عابدين. ما انا مولود في القاهره انما حياتي مرتبطه بالريف لان والدي الله يرحمه يعني لما طلعت لقيته كان ناظم مدرسه، فكان بياخد اجازه 4 أشهر كل سنه. يعني تبتدي الاجازه يروح قافل المدرسه وقافل البيت واخدنا ورايح على وسنا. فنقضي 4 شهور في الفلاحين، ولذلك تلاقيني دلوقتي انا لما اجي اكتب روايه فلاحي او امثل فلاحي امثله عادي جدا. ما اقعدش اعمل عمليه توليد. فعلا بتنجح قوي. عايش وسطهم في شخصيه الفلاح. عايش وسطهم وعارف بيتكلموا. اسمه ايه الفلاح اللي انت مشهور بيه؟ عبد الودود. عبد الودود. تحيه اسمه رايف. الفلاح العادي يعني انا لما بمثل الفلاح ما بمثلش. تبقى طبيعي فلاح عادي جدا لان انا عايش في وسطهم عارف بيتكلموا ازاي. تجد حضرتك الفلاحين اللي بيمثلوا في الاذاعه مثلا، واحد بيمثل دور فلاح بيمثلوا بطريقه منفره وما فيش فلاح بيتكلم كده يعني مغالفين. بيقولوا ازيك يا واد يا فلاح مش عارف ايه، يقول ازيك ما فيش فلاح بيتكلم كده الا اذا كان فلاح عبيط يعني. يعني فلاح مصطنع يعني مش حقيقي كده. ولذلك انا حتى في روايه من الروايات قلت له انت بتتكلم في الفلاحين بتوع الاذاعه يعني مش فلاحين دول بتوع الاذاعه بس يعني فلاحين الاذاعه دي بس. فانا يعني حياتي العاديه كنت يعني انسان طلعت لقيت في اب بيربيني في كنت ابن حضره الناظر في المدرسه يعني، فحتى يعني المدرسين بيدلعوني زياده، لكن كنت مجتهد يعني كنت من الاوائل باستمرار. وبعدين درست حقوق وتخرجت اشتغلت محامي، وبعدين درست في معهد التمثيل وتخرجت من معهد التمثيل، وبعدين سبت المحاماه وقفلت المكتب واشتغلت في الاذاعه، وبعدين سبت الاذاعه واشتغلت عند حاجه وكده. ما هو لازم يتريق يعني. ما اقدرش اتكلم في فرقه تحيه مدام تحيه ليكي امجاد سينمائيه واضحه وملموسه يعني، وممكن تقومي دلوقتي بادوار عظيمه. ايه الدور اللي تتمني انك انت تقومي بيه دلوقتي لو كان في ايدك انتاج الفيلم اللي انت عاوزاه؟ اعمل شجره الدر. شجره الدر. دور تاريخي عظيم فعلا سيدة لعبت دور هايلة. والأم في ماكسيم جوركي. الأم في ماكسيم جوركي. ح...
حلو. فيك أمومة أنت كبيرة بيقولوا. لا واضح الحقيقة يعني. طيب ايه الدور اللي عجبك لغاية دلوقتي في افلامك؟ في افلامي كلها ام العروسة. ام العروسة؟ اه. وشباب امرأة برضو. خدت جايزة في ده وخدت في شباب امرأة جايزة. شباب امرأة خدت فيه جايزة. خدت جايزة وخدت في ام العروسة. طب ودورك في الافلام القديمة زي ابو حلموس والحاجات؟ لا لعبة الست. لعبة الست اه. لعبة الست. اه مع نجيب الريحاني وكده. ايوه وبنت الهوى مع يوسف وهبي. اه. وافلام كتير الحقيقة. يا ترى الفنان الحساس احساسه بالزمن بيكون ايه؟ يعني لما تشوفي افلامك القديمة والانسان في لحظة شبابك وكده ها؟ بتبسط بيها طبعا. انما بقول كانت هابلة. يعني كانتش ممثلة بعد انقدها. بتنقديها كممثلة. انقدها كممثلة. انما ما انقدهاش كراقصة. انقدها كممثلة كانت هايفة. يعني في شباب امرأة ابتدت. ابتديت ابقى ممثلة. يعني انت كنت معتمدة على انك راقصة وجميلة. مش كده؟ بيقول. في الاول. بيقول. يعني قصدي اعتمادك في الاول في السينما وبعد كده اعتمادك على الفن. يعني من شباب امرأة الحقيقة ابتديت احس بالتمثيل السينما. أي. يعني انا هما بيقولوا ان انا بحب المسرح والسينما بتحبني. حلو التعبير ده. فعلا يعني عملنا شباب امرأة كان بعض الزملاء عاملين شركة اللي هما رمسيس نجيب وصلاح ابو سيف ووحيد حاج وحيد وحيد فريد مصور. فجم قالوا ان احنا هنعمل قصة فيها تحية وشكري والحاج عبد الوارث وشادية. فقرينا القصة. يعني يمكن من اسباب نجاح شباب امرأة انها قعدت سنة تتحضر. يعني اتعملت بعناية وبإتقان وبدون كلفتها. وبعدين احنا كزملاء كنا يعني تقريبا ببلاش. فكان قلبنا يعني كان السينما دي تيم زي تيم الكورة بالظبط. يعني يمكن العامل بطل. العامل اللي ورا اللمبة بطل. اخر ادوارك برضو في السينما دور عظيم اللي هو دورك في خلي بالك من زوزو. مش مخدوم. يعني هو في السيناريو كان مخدوم بس هو في بطولة بس في التنفيذ ما كانش مخدوم. بس في بطولة الحقيقة. وفي موقف شجاع يعني الحقيقة. يعني برضو راقصة والناس بيتلموا عليها ويتريقوا عليها وبتاع وحاجات من دي. كلهم قالوا لي ازاي تعملي كده. قلت لهم لا ده وانا تحية كاريوكا. انا واحدة اسمها نعيمة مهلبية وبتشتغل في الدور. يعني بتقومي بتمثلي دور فلازم تقومي بيه كما يجب. كما يعني يجب. هو برضو صلاح شاهين كان بطل في الفيلم ده طبعا. لعب دور صلاح عظيم وكسب للسينما الحقيقه طبعا. طب استاذ فايز اين انت والسينما؟ السينما بالنسبه لي نزوه. يعني مش في خط حياتي. يعني يجي دور كده مثلا زي الدور اللي عملته مع صلاح ابو سيف ده. الدور كان يعجبني اقوم اعمله لكن مش مركز حياتي. زي دور ايه في مع صلاح؟ حمام الملاطيل. يعني اعمل دور لمجرد ايه يعني ان انا ايه زي مثلا ما الواحد يروح يزور متحف الشمع او يتفرج على الهرم. راح اتفسح يعني. لكن مش في حياتي ان انا اعيش في متحف الشمع مثلا او اروح او اعيش في الهرم. مدام تحية ليكي اراء في الرقص الشرقي الان. هل الرقص الشرقي دلوقتي مختلف عن الرقص الشرقي ايامك؟ يعني في فرق كتير. يمكن الزمن كمان. يعني كان ايه زمان ودلوقتي ايه؟ زمان كان في احترام للمهنة نفسها. يعني مثلا كنا قليلين جدا. وكنا بنحب الشغلة دي. يعني كنا بناخد مهايا بسيطة جدا. ورغم هذا كنا بنتفانى في عملنا. ما كناش بنشتغل
في كذا محل في اليوم او في كذا فرح او ابدا، هي رقصة وبس في محل واحد ودمتم. وبعدين كان في احترام، الجمهور كان بيحترم. يعني انا فاكرة انه اول حد خلاهم يحترموا الراقصة انا. ازاي؟ احترمت نفسي، مفيش حد يحترم نفسه ومهنته وما يحترمهوش. يعني انا يمكن كان ليا اصدقاء عائلات وكنت بروح لهم بيوتهم وهم بيقولي وكانوا الناس بتستعجب. لا يعني انت على المسرح كيف تفرض احترامك كراقصة على جمهور يعني أنا بيبص للراقصة بصة معينة؟ ما كانش بيبص للراقصة. يعني انا اول ما طلعت انا لا اسمح ان حد يتحرك في الصالة وانا برقص. ما رقصتش في محلات فيها خمرة. يعني دي كانت من اكتر حاجات، حتى لما رقصت عند بديعة كان البرنامج بيتعمل وبعد البرنامج في كباري. يعني ما بعد ما يخلص البرنامج. يعني عرض. عرض. وكان في ماتيني ستات. وماتيني يعني كان في ثلاث ماتينيهات. ماتيني الجمعة. وماتيني الحد. وماتيني الثلاث الستات بس. وكان احسن العائلات بيجوا عند بديعة. طب يعني انت كلمتيني عن ظروف مهنة الرأس، لكن انا كنت عاوز اسمع منك رأيك في الرأس نفسه كفن، هل تقدم او لم يتقدم؟ لم يتقدم وتقدم. تقدم في الرقصات الجماعية. الرقصات الشعبية، فرقة رضا مثلا، انا لا انكر ان فريدة من احسن رقصات شفتهم. فريدة فهمي. فريدة فهمي. في بنات برضو في فرقة البحيرة وفي الفرقة القومية. وبعدين نجوى دلوقتي ابتدت تعمل حاجات حلوة. نجوى فؤاد. ابتدت تعمل تابلوهات. رأس القلة مش عارف رأس. ابتدت تجدد. ابتدت تلبس غير ال 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 الباروكة اللي بيحطوها والفستان هو هو. يعني اما تشوف الرقصات كلهم تهيألك انها واحدة. لانهم شكل بعض. هل انت كراقصة يعني كنت بتعبري يعني مثلا بيقال ان النجوى بتعبر باكتر باقدامها وبايديها. هل الوسط مثلا هو اجمل تعبير في الرأس الشرقي من حركات الايدين والرجلين؟ ممكن يبقى اصل الرأس الشرقي مبتذل. مبتذل؟ طب يعني زي حضرتك قعدت فيه كذا سنة. انا كنت برقصه هو في خيط رفيع جدا بين انك تخليه محترم وبين انك تخليه مبتذل. الا هو انه زي ما بيعملوا دلوقتي، يعني الهز والجري والتعرية والبتاع. ممكن الرأس البلدي يترقص باحترام، انا كنت برقصه باحترام. وبعدين الرأس الشرقي الراقصة هي اللي بتحترم نفسها. انما ما تروح تطلع على ترابيزة وتقعد على حجر واحد وتعمل كل دي حاجات او تتصور وحاجات من ما تعجبكيش الحاجات دي. طول ما الراقصة بعيد عن الجمهور وبتحترم نفسها وبتحترم الجمهور خلاص. استاذ فايز انت فايز بتحية. الله يخليك. لو قدامك رحلة صيد ببندقية ورحلة صيد بصنارة للسمك والاثنين ممتعين، تختار ايه؟ ولا واحدة فيهم. ما تحبش انت الصيد؟ انا اقول حياتك على حاجة. انا اقول حياتك على حاجة وبقول لك حقيقة يعني. انا زمان لما كنت في ثانوي كنت بدبح في البيت عندنا، يعني عايزين بحر فرخه الحاجه بحالهم يعني. كنت ادبح بطه، ادبح فرخه، بتاع حاجات كده كنت ادبح. انا النهارده بيديني مليون جنيه ما ادبحش. ما تقدرش وما اصدرش. اذا ما تحبش الصيد ولا صيد السمك. مستعجب اني كنت زمان بدبح. النهارده لما يعني لا يمكن حتى اتفرج على حد بيدبح فرخه. معرفش يعني. جايز الواحد انت تاكل الفراخ وتلتهمها. انما غيرك اللي يدبح. غيرك اللي يدبحها يعني. وما احبش اصطاد. يعني اعتقد في عمليه ازاره. تحب تتصاد؟ العكس انا لا بس صيد السمك بيعلم الصبر. يعني
يعني ما عملت ما جربتوش. لذيذ جدا. صيد السمك لذيذ. انت اصطدت سمك يا مدام تحية؟ بتحب تصطاد السمك بالصنارة ولا بالشبكة؟ لا بالاثنين. صيد السمك غير الشبكة فيها طمع يبقى كتير، انما بالصنارة فيها صبر. طيب مدام تحية، تحب يكون عندك عصفور في الصالون ولا غزال في الجنينة؟ ولا ده ولا ده. ليه؟ ما احبش احبس اي طير، ولا احب انا اتحبس. ونفس الحكاية الغزال. انا شفت مرة غزال مصطادينه وتعور، قعدت يمكن شهر عيان. يعني تحب تشوفيهم في الغابة يعني او في الطبيعة؟ او في الطبيعة. ما احبش ابدا اني حيوانات احبسها. امال انت حبسة فايز ازاي؟ لا 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 قصدي هي قصدك بلبل ولا عصفور؟ لا 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 ده فايز مش محبوس ابدا. لا طبعا هو فايز ما يتحبسش بالطبيعه، هو حد يقدر يحبسه. استاذ فايز، ايها اقرب الى نفسك، ارتفاع الستار ام اسدال الستار؟ يعني تحب اللحظه دي؟ احب اسدال الستار. ليه؟ عشان اروح يعني. تبقى خلصت من العيب. عارف التشبيه مع الفارق يعني. زي الست الحامل اللي بتخلص من الجنين لما بتكتب بتقطع الحبل السري وتخلص وترتاح. لما بتكتب بتبقى كده، بيبقى فعلا كانه واحده حامل وبتولد. حاجه غريبه. طبعا لانه عمليه خلق مخاض والام يعني. طب ما دام تحيه، مبدئك في الحياه انك تبدأي بالهجوم او تاخدي موقف الدفاع؟ لو حد هاجمني هاجم، يعني لو عارفة انه ده جاي هاجم لازم هاجم. انما عمري ما عملت دفاع، ما احبش ابقى بدافع. يعني ما تحبيش تاخدي موقف دفاع يعني؟ لا. تبادري يعني اللي يبادرك يعني بالهجوم تبادري بالهجوم على طول. وانت استاذ فايز؟ انا مهاجم عريف واحب اوصل المشكله للذروه. يا ساتر. يعني ما احلهاش قبل ما يعني الا فوق الا فوق قوي يعني. توصل للاخر اللي احلها يعني. ايوه. ما عندي يعجبني برضه. طيب تحبي مدام تحيه، تحبي تصفيق حد للجماهير على موقف ليكي على المسرح، ولا لحظه سكوت الجمهور فيها مندمج معاكي جدا؟ احب لحظه السكوت. كان في حتة في شفيقة كنت بحس بنفس الجمهور. يا سلام، ده من أروع ما يمكن الحقيقة. يعني كنت أنا هو اللي بيخليني أخش في المود اللي كنت ببقى فيه. هو خسارة إن الشريط خلص الحقيقة والحديث بدأ يعني أو حلو قوي. فأنا أشكركم الحقيقة يا مدام تحية. في حتة في شفيقة كنت بحس بنفس الجمهور. يا سلام، ده من أروع ما يمكن الحقيقة. يعني كنت أنا هو اللي بيخليني أخش في المود اللي كنت ببقى فيه. هو خسارة إن الشريط خلص الحقيقة والحديث بدأ يعني أو حلو قوي. فأنا أشكركم الحقيقة يا مدام تحية وأستاذ فايز، وأتمنى لكم التوفيق في كل أعمالكم الفنية. ربنا يخليك يا طاهر ويوفقك. الله يبارك. احنا بنشكركم ونشكر كل الجمهور العربي العزيز اللي بيسمعنا وبيهتم دلوقتي. شكرا. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.